حسنا يا سنافر، هيا تجمعوا. ماذا يجب أن نقول؟ قل لنا. اليوم لدينا عمل لإكماله على الجسر، لذا لما لا تبدأون العمل؟ وسأتي لمساعدتكم بعد قليل. حان وقت الاستراحة والنوم، سأجد مكانا مريحا و... سنفور كسلان، إلى أين أنت ذاهب؟ عد إلى العمل حالا كباقي زملائك. حاضر بابا سنفور. هؤلاء السنافر كم يتعبونني. مرحبا يا قوي، كيف الأمور؟ بخير بابا سنفور، هلا قذفت لي الرفش؟ تفضل. لمن هذا الرفش؟ إنه لي يا بابا سنفور. يوهو، بابا سنفور، ألا تحب هذا اللون؟ لقد انتقيته بنفسي. وهل رأيته جيداً أم كنت مغمضة العينين؟ كم هذا مضحك يا بابا سنفور، لطالما قلت إن بابا سنفور سنفور مضحك جداً. لا يمكنني التحمل أكثر من هذا. سنفور كسلان، اذهب إلى الغابة واقطع بعض الحطب، الكثير من الحطب، وبسرعة. لما لا يسهل العيش مع هؤلاء السنافر؟ هم يدفعونني إلى الجنون المسنفر. حطبتي الأولى. ابتعدي أيتها الذبابة، ارحلي. اذهبي، انصرفي حالا، ابتعدي. لقد عطتني. ما الذي يحدث؟ أشعر به. النوم. استغرق سنفور كسلان وقتا طويلا للعودة. لا بد من أنه يضيع وقت عمله في الواقع. لا تهتم مفكر، اذهب وابحث عنه. حاضر بابا سنفور. يا كسلان، أين أنت؟ النوم. النوم. بابا سنفور، بابا سنفور. النوم. وجدت كسلان، لونه بنفسجي وكل ما يقوله هو النوم. لطالما تكلم كسلان عن النوم بهذه الطريقة. النوم، ياي، هذا فعلا رهيب. لابد من أن ذبابة بنفسجية عضت. ذبابة بنفسجية؟ ها هو. النوم. إنه يتجه نحو القرية. اقبضوا عليه من هنا. أوقفوا هذا السنفور. النوم. لقد قبضنا عليه. مسكين كسلان، خذوه إلى منزله. النوم. آخر حالة مماثلة حدثت عندما كنت سنفورا صغيرا، بالكاد كان عمري 100 سنة، ولا أذكر تماما ما كان العلاج في ذلك الوقت. النوم. علي إيجاد الوصفة المناسبة لمساعدته. النوم. أو هذا السنفور البنفسجي يعضني. إنه النوم. يا للسنفرة، العدوى تنتقل. ليخرج الجميع، علي إيجاد علاج قبل فوات الأوان. أيها السنافر، لقد وجدت العلاج، لكن لاختباره نحتاج إلى سنفور بنفسجي. سيكون الأمر خطرا، فالسنافر البنفسجية معدية. هل من متطوعين؟ أنا. حسنا، لنفترق ونبحث في كل شجيرة. النوم. هاي، انظروا، وجدت واحدا. النوم. أه
النجدة! النجدة! النوم! النجدة! لقد عضني وأشعر هاي! لقد قبضت على صنفور متحول! مفكر! لم أعرف أنك بهذه الشجاعة! يا صنفورة! لم يكن هذا النوم! شيئاً! حسناً لنبدأ العمل! شاطر! أقرص له ذيلة! النوم! 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 ما زال بنفسجية! بسرعة! فك خيضه وضعه في السرير! مسكين صنفور! أجل! هذا الأمر يقطع الشهية! النوم! أو لقد عضني! النوم! ابتعد عني! النوم! بابا صنفور! النوم! النوم! أو هذه كارثة! علي إيجاد علاج آخر! يا صنافر! آمل أن يفي هذا المرهم بالغرض! لكن مرة جديدة أحتاج إلى متطوعين كي... هكذا إذن! أنت وأنت وأنت تم اختياركم! هيا صنفر أوامري! حاضر يا بابا صنفور! أحسنتم يا صنافر! والآن علينا أن نضع المرهم! النوم! 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 صنافر! لم ينجح أي من علاجاتي! والوقت يداهمنا! انتقلت العدوى إلى 15 منا! النوم! أو! وهذا 16! 17! علينا شفاؤهم قبل أن ننقرض جميعاً! أملنا الأخير هو إلقاء القبض على الذبابة البنفسجية! قد تكشف لنا عن العلاج! هيا اذهبوا! وحضنوا صنفراً! النوم! أوه لا! صنفور آخر! لقد قبضنا على الذبابة البنفسجية! قبضنا عليها! لا! آسفة! يا أسفة يا صنفورة! أها! وجدتها! قبضت عليك! هي ضعيني ارضا! النجدة! النجدة! جربت كل العلاجات ولم ينجح اي منها! سأطعمها هذه الزهرة الزرقاء واذهب لارتاح! وجدتها! اصبح لونها ازرق! هذا هو العلاج! لقاح الزهرة الزرقاء! بسرعة يا صنافر! اجمعوا كل أنواع هذه الزهور وصنفروا في ذلك! النوم! 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 أحسنتم يا صنافر! اللقاح جاهز! عندما ينفد أعيد التعبئة من هذا المرطبان! بابا صنفور! بابا صنفور! انظر! ها هم الصنافر البنفسجيون يصلون! احشوا باللقاح! المنافخ جاهزة؟ صوبوا! أطلقوا! شو؟ ماذا حدث؟ كسلان انتبه! النوم! النوم! لا تستسلموا يا صنافر! النوم! النوم! ياو! النوم! 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 أو! النوم! 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 ها؟ ها؟ شو؟ النوم! أو! ياو! 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 كافحوا جيداً يا صنافر الصغار! صنافر! أين أنتم؟ يا للصنفرة! أنا الوحيد المتبقي! ونفذ اللقاح مني! علي أن أحضر المزيد من المقترب! النوم! النوم! النوم!
النوم. أوه. لا، ضاع كل شيء. لن يعود السنافر كما كانوا. النوم، النوم. لقد شفينا. أوه، يا للمنظر الجميل الذي أراه أمامي. لن أتذمر مجددا أبدا منكم يا صغاري الأعزاء. أحبكم كلكم تماما كما أنتم. ونحن أيضا نحبك يا بابا سنفور. النوم، النوم، النوم. مفاجأة. النوم، النوم. حسناً، حافظ بابا سنفور على وعده فعلاً ولم يتذمر.